أهلا بكم. من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقة، يتأخر الكثيرون في الذهاب إلى الاستشارة الطبية المتعلقة بها، ويرعب الكثيرون في أي مرض أو في أي ذكر لها عندما تتعلق بأمراض خبيثة، البروستاتا. البروستاتا محدش كتير يعرف عنها حاجة، كتير من الرجال مش مذاكر فين موقعها، مش عارف اعراضها فين. البروستاتا من ناحيه تشريحيه يا جماعه لازم تعرفوا موقعها، لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي. طبعا الجهاز البولي احنا عارفين الكلى وعارفين الحالب وعارفين المثانه، تمام. انزل بقى كمان وادخل بالظبط، ده مكانها تحت المثانه. البروستاتا تقع تحت المثانه مباشره، والمثانة البولية ليها علاقة طبعا بالبروستاتا، لأنه ويقع خلف البروستاتا الريكتم، اللي هو الريكتم اللي هو المستقيم، ويخرج من البروستاتا من عمق البروستاتا. وطبعا في عضلات مهمة جدا تلعب دور مهم تحت البروستاتا. البروستاتا هذه الغدة الغريبة اللي مشاكلها قد تكون مثيرة جدا للاستغراب، وايضا اعراضها يعني اعراض مزعجه للغايه. هي غده مرضيه، او عندما تمرض ويحدث فيها مرض تضخم ورم، اعراض مزعجه للغايه قد تصل الى الفشل الكلوي. الورم فيها مشكله، لانه كان زمان اورام البروستاتا دي كانت بتقلق جدا جدا المرضى، وكان المرضى بيترعبوا منها بشكل كبير، وكان يتأخر أحيانا أن المريض طبعا بسبب أن الأعراض فيك بالنسبة له، هو عنده شوية احتباس في البول، عنده مش عارف إيه، بيروح الحمام كتير، بيتلخبط أعراض تضخم البروستاتا مع أعراض سرطان البروستاتا. كلمة سرطان البروستاتا كلمة مرعبة لأي رجل، وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الأسرة بأورام البروستاتا. لان الرجال اللي مذاكرين شويه معلومات طبيه عارفين انه سرطان البروستاتا في نسبه او يعني الجينات والوراثه فيه تلعب دور كبير. طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر، يبقى لازم نكتشف مبكرا، والاكتشاف المبكر ده علم مهم جدا في الطب. النهارده اكيد هنمر بيه، النهارده في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق، لانها بتتعلق بحاله مرضيه خطيره على الحياه، endangered patient life، ممكن تكون مميتة لكن ممكن تعدي ولا أي حاجة. ضيف العزيز هو رائد قدير من رواد المسالك البولية، بيسعدنا وبيشرفنا جدا، ويعني احنا عندنا ميزة كبيرة جدا على مستوى الإعلام العربي كله انه ضيفي هو أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن شاكر. نقدر نقول في 20 سنة الأخيرة تم استبدال كثير جدا من العمليات الجراحية بمناظير البطن. المناظير لأنها كيان مرتبط بالتكنولوجيا، مرتبط بالهندسة الطبية، فتطورت تطور كبير جدا. ابتدى يبقى التكنولوجيا تقدر إن احنا تخلينا نعمل عمليات مماثلة للعمليات الجراحية ومضاعفات أقل. كلمة الذكية هي مناظير فيها مرونة، فيها تكنولوجيا عالية، أدت إلى أن المناظير فعلا بقت أكثر قدرة، أسهل على الجراح، أسهل على المريض، قللت فقدان الدم. المسالك الناس ما تعرفش تترجم أعراضها، ولذلك المناظير أفادت جدا في اكتشاف كثير من حلول لمشاكل عديدة في المسالك البولية. مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية. الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة عين شمس، زميل جامعة تورونتو وماكجيل بكندا، عضو جمعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية،
عضو جمعية التحكم البولي الدولية. ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن الشاكر، أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة تورنتو وماكيلبي كندا، وعضو جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، الرائد الكبير في عالم المسالك. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا عايز أبدأ الأول بالموضوع المخيف، يعني أورام البروستاتا الخبيثة، هل هي منتشرة؟ هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن؟ هل لازم نقلق منها قوي كده زي ما احنا قلقانين من اول الحلقه كده؟ انا نفسي قلقان، فعايزين نفهم البروستاتا. اورام البروستاتا الخبيثه هي اكثر الاورام انتشارا في الرجال، اكثر الاورام الخبيثه انتشارا في الرجال، او خلينا نقول لان في بعض البلاد زينا ما هيش اكثر الاورام الخبيثه، هي من اكثر الاورام الخبيثه انتشارا في الرجال. وبقى في التوجه ان اورام البروستاتا الخبيثه في بلاد زينا كان بالنسبه لنا زمان قليله، ابتدى يبقى في توجه انها بتزيد. احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلد زينا او في المنطقه بتاعتنا، بس قد يكون بسبب تغير طبيعه الحياه. العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في اورام البروستاتا. في مصر كان بالنسبه لنا اورام البروستاتا قليله، لكن في اخر 10 سنين قد يكون بسبب تغير الستايل بتاع حياتنا ابتدت تنتشر بطريقة كبيرة. هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة، قليل جدا ما تحصل قبل سن الخمسين سنة في الأربعينات، لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد. كثير جدا من الأورام دهيت بتعدي في حياة البني آدم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها، والمريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورم بروستاتا. وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين. فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مقلق بسبب زيادة نسبته، وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن 50 سنة. عايز يعني طبقا لكلاسيكياتنا احنا في الانترنال ميديسن اسال حضرتك عن الاسباب، يعني هل في حاجه الراجل بيعملها؟ هل هي المساله وراثيه بحته؟ كلام يعني طبي شويه يخص البطن اكتر من الجراحه. هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظه ايه اللي بيسبب اورام البروستاتا، ما نعرفش كمان مسببات ليه، يعني مثلا اورام المثانه احنا عارفين مثلا التلوث التدخين بسبب اوران المثانه، لكن البروستاتا ما نعرفش الكلام ده. لكن نعرف انه طبيعه الحياه او الستايل بتاع الحياه مؤثر جدا. يعني مثلا في العالم الغربي زي ما انا قلت عندهم نسبه الاصابه بسرطان البروستاتا اكتر كتير جدا من الشرق الاوسط. فري سيكشوال لايف ما اقدرش، احنا مش عارفين الصراحه. لكن مثلا يعني اليابانيين مثلا عندهم تقريبا الورم دوت يكاد يكون منعدم. اليابانيين اللي هاجروا لامريكا جالهم جدا، فهو اكيد هو مرتبط بطريقه المعيشه. احنا في مصر لان احنا ابتدت في اخر 20 سنة ابتدينا نتشبه جدا بالغرب في طريقة معاشتنا، فابتدت يحصل ان عدد الاورام دي تزيد. فاحنا حقيقة ما نعرفش ايه مسببات، لكن نعرف ان هو ستايل الحياة بيؤثر جدا في حدوثه. الوراثة ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثة ليها دور غير في الناس الافارقة اللي هاجروا امريكا. يعني الافارقة اللي هاجروا امريكا لقينا ان أورام البروستاتا الخبيثة منتشرة في عائلات. فمعنى كده هو إن أكيد ليه تأثير، إن في تغييرات جينية بتحصل، إن في تأثير وراثي، لكن ما هوش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر أو في بلاد أخرى كتيرة أو في مثلا الجنس القوقازي. فهو يعني ما أقدرش أقول 100% لو حد والده حصل له يبقى هيحصل له، لكن هو على الاقل اللي هم الافارقه اللي هاجروا امريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام ده. في واحده من اهم نقاط الحلقه النهارده لانه دي تهمنا جدا، ازاي نكتشف اورام البروستاتا بشكل مبكر؟ الصراحه ده سؤال مهم جدا، وللاسف الاجابه عليه هتحبط ناس كتير جدا. اورام البروستاتا الخبيثه ملهاش اي اعراض،
يعني الناس اللي هي بتتكلم عن البول بيبقى ضعيف، بيقوم النوم كتير بالليل، التقطع في البول ده ملهوش علاقة بأورام البروستاتا الخبيثة، ده ليه علاقة بالتضخم الحميد البروستاتا اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة بأورام البروستاتا الخبيثة. بقول تاني وبكررها، أورام البروستاتا الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا. طب نعرفها إزاي؟ بالفحص الدوري. الفحص الدوري عند الدكتور مفروض احنا بعد سن 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري ان الدكتور يروح مرة، كل المريض يروح مرة كل سنة للدكتور. الدكتور بيطلب له حاجة من دلالات الأورام اللي هي اسمها PSA. PSA ده هي بتقول لنا اذا كان المريض ده محتاج حاجة اكتر من كده ولا لا، اكتر من مجرد دلالات الأورام دي ولا لا. لو PSA طلع مرتفع، كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لسه بيعملوا الحكاية دي، PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البروستاتا. للأسف الكلام ده هو تغير جدا. الجهاز اللي فات ده هو ده كان جهاز رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي دلوقتي بقينا بنستخدمه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص أورام البروستاتا مبكرا. يعني مش أي واحد PSA بتاعه مرتفع أخد له عينات، لا، ده أنا بروح أعمله الأول رنين مغناطيسي، ونوع معين جدا من انواع الرنين المغناطيسي اللي هو اسمه مالتي بارامتريك MRI، وللاسف انتشاره محدود جدا لانه محتاج خبرات طويله جدا من زمايلنا دكاتره الاشعه. عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفوا يورو كويس قليلين جدا، وفي العالم كله مش في مصر بس. بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص او MRI بيقول لي اه والله ده في هنا هوت في بؤره لازم تخاف منها، بنبتدي ناخد له عينات. كان زمان العينات دي عشوائية، دلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز ألترا ساوند أو جهاز موجات فوق صوتية، بس الجهاز ده هو فيه حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرنين المغناطيسي. يعني باخد السي دي بتاع الرنين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده، فلما دكتور الألترا ساوند يشتغل الجهاز بيقول له خد عينة من الحتة دي. ورم البروستاتا ده بيبقى جزء صغير جدا من البروستاتا، يعني لو الاوضه ديت كلها اعتبرناها البروستاتا، ورم البروستاتا ممكن يبقى قد الكوبايه دهيت. فلو انا اخذت عينات عشوائيه ممكن المريض جدا يكون عنده ورم خبيث وانا ما عرفتش اجيبه. بالتقنيه الحديثه دهيت خلتني اقدر اخد العينات. فبعد ما بشوف الكلام دهوت الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض يحطهم فوق بعض، فدكتور الالترا ساوند بيقدر يقول انا هاخد من الحته دي بالظبط. وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت 10-12% بقت 90%. يعني دي الصورة وهي مدمجة. لو بصينا على الصورة اللي تحت اليمين دي بتقول له بالظبط ياخد خد من الحتة دي في الحتة دي بالظبط. هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها، هي دي المنطقة اللي انت تشوفها. المنطقة دي هي ما كانتش تبان في الالترا ساوند لوحده عشان كده كنا بناخد عينات عشوائيه. دلوقتي لما بندمج الصورتين مع بعض بيقول لنا المنطقه دي هي بالظبط، وبيعلمها بدقه شديده جدا، وشوف الابره وهي داخله بتاخد العينه من المنطقه بالظبط. عشان كده هوت بقى الناس بدل ما ناخد عينات ونقول انت ما فاكش حاجه، والراجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد له عينات تالت ورابع وخامس وانا قلقان من الحكايه دي، لا دلوقتي بجيبه مره واحده بناخد العينات بتبقى نسبة التشخيص عالية جدا. عظيم. يبقى احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي ده اول خطوة، بعد كده الام ار اي، بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الام ار اي للرنين المغناطيسي بالالترا ساوند الذي يحدد بدقة انا داخل اخد العينة منين بالظبط. دي حاجة رائعة موجود عندنا. موجود عندنا ما شاء الله. لا دي حاجة عظيمة جدا. طيب ايه الاساليب الحديثة دلوقتي في العلاج؟ اللي حصل ده هوت في الالترا ساوند والام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي غير مفاهيم العلاج تماما. احنا كان عندنا كل العيانين ده هم كنا كلهم لازم نعملهم استئصال جذري للبروستاتا لو كان الورم لسه في البروستاتا، لو كان منتشر في جسمه نعمله علاج هرموني او علاج هرموني مع اشعاعي حسب او في مراحل متاخره او علاج كيماوي. لا دلوقتي بقى الموضوع غير كده، نفهم ان اورام البروستاتا دي مش لازم تبقى في البروستاتا كلها، دي ممكن تبقى في بؤره واحده. فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفه. طب لو هي بؤره صغيره، لو بؤره قد الكوبايه دي في الاوضه دي كلها، انا احرق الاوضه كلها ليه او اكسر الاوضه كلها ليه؟ ما احرق الحته دي بس. فابتدى يطلع علاجات جديده، حاجه اسمها العلاج البؤري او العلاج الموضعي، ان المنطقه دي بس هي اللي خلص عليها. وهو ده هو بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصوره قبل كده،
العلاج الموضعي او البؤري ده، هو الكرتون ده بيوريك ان هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجه خالص. ده هو انا شايف البروستاتا كويس جدا، ده اللي هو جهاز الالتراساوند وهو داخل عن طريق الشرج بيشوف البروستاتا بيقول له بالظبط ياخد العينات منين، او اسف بيقول له عالج انهي حته بالظبط، معتمد على العينات قبل كده. في اللي عليها السهم دوت اللي في الحته اليمين دي اللي هو الليزر، وهو داخل في الحته المعينه دي بالظبط عشان يخلص عليها. طبعا دي العلاج في اوضه العمليات، المريض لا فيه فتح ولا اي حاجه خالص، الجهاز احنا حددنا مكان البؤره بالظبط، هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالتراساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال، ودي عباره عن نوع الاجهزه وهي داخله على الورم بالذات تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما. دي الصور اللي احنا بنشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالترا ساوند والفيوجن او الام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي، ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالظبط، يعني هي دي الحته اللي هشتغل فيها، ودي الحته اللي هحط فيها الليزر بتاعي او الراديو فريكونسي او الحاجه اللي انا بستخدمها عشان اخلص الحته دي بالظبط. ما بوصل البروستاتا كلها، ما عيرتش عيان لعمليه كبيره جدا طالما ان العيان عنده بؤره واحده، فالبؤره ده هي بقى اقدر ان انا اخلص عليها. زي ما انت شايف اوضه العمليات رغم ان هي عمليه بسيطه جدا، العيان بيخرج في نفس اليوم يوميها بالليل بيبقى قاعد في بيته، ولكن التجهيزات بتاعتها مرتفعه جدا، التجهيزات ديت عشان اقدر اوصل للبؤره دي وما اغلطش واسيب بؤره ثانيه، او ما غلطش ان انا اعالج حته مختلفه خالص. لوكاليزيشن يعني ده العلاج الذكي ده، هو مش يعني ده علاج، هو اسمه علاج البؤري بؤري. لكن جاي من بؤره يعني أيه. لكن انا شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه تعالى العلاج الذكي. صحيح يعني ده ذكي جدا، بيدخل على المكان اللي فيه الورم بالظبط كده. هو بياخد البؤره دي بالذات، ويعني زي ما احنا شايفين هنا اهوت دلوقتي، هنلاقيه هو دمج الصورتين، بعدين دخل اهو بالمكان، حط الليزر بالظبط في المكان اللي هيشتغل فيه، اللي هو معلمه من الاول. استاذ دكتور حسن شاكر، استاذ جراحات المسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس، وزميل جامعه تورنتو ماكلبي، كانت عضو جامعه جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه، والمؤسس لمستشفى شاكر طبعا المستشفى الشهير، كان ضيفي فيه الدكتور. خليكم دايما مع دكتور.